هذا العام ان شاء الله نقول غادي يكون بين بلجيكا والمغرب، لان عندنا على حسب العائله انا دائما رمضان كنوقف الانشطه الفنيه ديالي، ما كنشتغلش لا حفلات لا في استوديو، اذا كنحاول انني نبروفيتي الماكسيموم في هذا الشهر نرتاح، وكذلك حتى راحه ذهنيه وراحه بدنيه، يعني غادي يكون بين بلجيكا والمغرب ان شاء الله. العادة اللي ما نحيدهاش في رمضان هي الصلاة التراويح، يعني صلاة التراويح عندي من ضروريات، نحاول أنني ما نفلت حتى نهار، تربينا عليها ملي كنا صغار، نمشيو مع الأب ديالنا، نمشيو مع الإخوان ديالنا، مع كذلك مع أولاد الحومة، يعني هذه داخلة في الشعائر ديالنا الدينية، في يعني في التقاليد، في كل شيء، أنا صلاة التراويح من ضروريات بعد الفطور. مسائل ضرورية عندي في الفطور مثلا الحليب التمر، كمية قليلة، أنا ماشي ضد الحريرة، ولكن من نشرب الحريرة نتقال، إذا نحاول الحريرة نخليها، نبغي شي حاجة خفيفة، نبغي يعني أي سلطة، أي فواكه خفاف، شي حاجة، المهم أي حاجة باش تبقى خفيف، وكذلك ما تضرش، لأن كما تعرفي الإنسان نهار كامل ما كاليش، فكتجي لك الاستوما كتعطيها الماكلة شوية صعيبة، يعني تصحيا ولا كذلك حتى يعني سبيريتويال ما تجيش على أنك تاكل بزاف، ونصح ومنها كنصح الناس كامل اللي كيشوفوا على أنهم في رمضان ما يبالغوش فيه بزاف، أنهم يبتعدوا على الدهنيات، يبتعدوا على السكريات بزاف، كما شفتي حنايا الأكل ديالنا طاغي عليه الدهنيات، طاغي عليه السكريات الشباكية، الحلويات، فيعني يمشيو شوية بشوية، لا مزيانة لا الصحة ديالهم لا الجيب ديالهم. الطرائف اللي وقعوا لي ماشي بزاف، لأن أنا في رمضان ما نخرجش بزاف، رمضان نبغي نبقى في الدار، يعني نقعد في الدار ما نخرجش، نخرج في التراويح، ماشي طرائف، ولكن بعد لي زانسيدون اللي كيوقعوا انني في البدايه ديال شهر رمضان نساو على ان رمضان، وشحال مره غلطت وشربت الماء، يعني شحال مره غلط كنا، يعني سبحان اللي ما يسهى، وبالخصوص ديك الوقيته اللي قبل المغرب، يعني ما يكونش بزاف، شحال مره نكون نعاون الوالده ديالي في الفطور، تكون تحضر الفطور، فنكون نعصر العصير وننسى بعض المرات، يعني لو كنت في الكوزينه ما كنديرهاش بالعاني، ننسى، ولكن الحمد لله، يعني الدين ديالنا دين يسر، وانه مسهل لنا الامور، انا كتكمل النهار ديالك ومن بعد تعاودوا، يعني ماشي مشكل. رسالتي للمغاربة لا داخل أو خارج الوطن، الجالية المغربية، نتمنى لكم رمضان مبارك كريم، ويدخل عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة ومغفرة الذنوب إن شاء الله، واللي بغى يدعي شي حاجة يكثر الدعاء في شهر رمضان، أنهم يبتعدوا كثير على هذا الشيء ديال الأكل بزاف، وعلى أنهم يحافظوا على الصحة ديالهم ويحافظوا على الجيب ديالهم، وأنهم يحسوا أكثر بالمسكين والفقير من خلال هذا الشهر. ونتمنى ان شاء الله ان الشهر اللي بعيد على عائلته يجي يصوم مع عائلته، انه تتاح له الفرصه يصوم وسط الاحباب والعائله، هذا هو، هذه رسالتي للمغاربه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.